هنعمل كمان مع بعض حاجة حلوة قوي اسمها باستا فلورا. باستا فلورا دي انا عرفت لها قصة حلوة قوي. الباستا فلورا دي اخترعتها ست يونانية كانت عايشة في اسكندرية زمان، ولما عملتها سمتها على اسمها، هي كان اسمها مدام فلورا، فراحت عاملاها اخترعتها هي وراحت مسميها على اسمها، وانتشرت بقى زمان مع اليونانيين اللي كانوا في اسكندرية. فانا كمان عملتها وطلعت برضو حلوة قوي، وبعدين ببعت تحية لكل اليونانيين اللي لسه موجودين في اسكندرية لحد دلوقتي، وبعدين خلاص ده بقوا مصريين، كل واحد جه مصر وقعد بينا وعشرنا بقى مننا. النهاردة هتشوف كمان حكاية حلوة قوي قوي على الناس اللي بتيجي وتعيش في وسطنا. الباستا فلورا بقى دول كوبايتين ونص دقيق، كوبايتين ونص دقيق عليهم نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة بس مش اكتر عشان ما تتنفخش، لان دي ما بتتنفخش ولا بتبقى زي الكيكة، هي بتبقى حاجة صغيرة كده عاملة زي البسكوت والبودي فور بس بتحط في صينية. نص معلقه بيكنج باودر اهي، ونص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر، وهتحطي كوبايه زبده. الكوبايه اللي هتعيري بيها الدقيق هتعيري بيها الزبده. وفي معانا بيضتين، ممكن تحطي بيضة لو لقيتي العجينة ملمومة، وممكن تحطي البيضتين لو لقيتي العجينة مش ملمومة، يعني خلي معاكي البيضتين، لقيتي العجينة اتلمت وبقت حلوة وهتقدري تفرديها ومش محتاجة تاني خير وبركة، مش كده روحي حطي بقى ايه البيضة التانية. دي لازم تعجنيها بايديكي، الزبده تخش مع الدقيق الاول.